فمن أوصافه السنية وأخلاقه العظيمة المرضية أنه صلى الله عليه وسلم كان أجمل الناس في الذات وأكملهم في الصفات، بضيء الوجه نيره، أبيض اللون أزهره، بياضه مشرب بحمره، ربع القامة واسع الجبين، أزج الحاجبين، أكحل العينين، مفلج الأسنان، سهل الخدين، أقنى العرنين، بعيد ما بين المنكبين، شعره إلى شحمة أذنيه، كث اللحية، خاتم النبوة بين كتفيه، إذا سر فكأن وجهه قطعة قمر، وإذا كلم الناس فكأنما يجنون من كلامه أحلى ثمر، وإذا تبسم تبسم عن مثل حب الغمام، وإذا تكلم فكأنما الدر يسقط من ذلك الكلام، وإن جلس في مجلس بقي طيبه فيه أياما وإن تغيب، وإذا مر في طريق وجد فيه أحسن ريح ولو لم يكن تطيب، وكان يرى في نوره بالليل سم الخياط، فهو صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأهداهم إلى الخير طرقا، كان خلقه القرآن وشيمته الغفران، يغضي عن الذنب إذا كان من أجل حقه وسببه، وإن كان حقا لله لم يقم أحد كقيامه ولا يغضب أحد كغضبه، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة، وأشفق عباد الله على اليتيم والأرملة، يؤثر بقوته ويبيت جائعا، وليس يرضى أن يكون جاره ضائعا، رد مفاتيح الكنوز قناعة وزهدا، وخير بين النبوة والملك فاختار أن يكون نبيا عبدا، وطالما أضرم الجوع في فؤاده لهبا، ولو شاء لعادت له الجبال فضة وذهبا، وكان لا يحقر فقيرا لفقره، ولا يهاب ملكا مخافة شره، ولا يقابل أحدا بما يكره، وإذا جاءه المعتذر إليه قبل عذره، أن رآه بديهة هابه، وإذا دعاه المسكين أجابه، ليس بهماز ولا لماز ولا عياب، من نظر في وجهه عرف أنه ليس بوجه كذاب، يقول واصفه ما رأيت مثله قبله، فيعجز البليغ أن يحصي فضله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا.